بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أحبائي أعزائي أخوتي أخواتي أبائنا وأمهاتنا كبارنا وعجائزنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هو اللقاء يتجدد بكم مع الدكتور عبد القادر المصري ابنكم الذي هو منكم وإليكم، أحاول أن أقدم كل ما أستطيع من نصح ومن إرشادات صحية لكل الناس، سواء كان ذلك يعني جميع الأمراض، وطبعا خصوصيتنا دائما وأبدا إلى مرض السكري وأمراض الغدد وأمراض التغذية وأمراض المزمنة كالقلب والشرايين والأوردة والأمراض الارتفاع الدهون وجميع الأمراض. نحاول بقدر المستطاع ألا يكون هناك مرضا في الأساس، وإن كان هناك مرضا أن يكون هناك وعي وثقافة نشرت في المجتمع لمحاربة هذا المرض، وإن كنا لم نلقي بالا لهذا المرض نحاول أن نذكر دائما وأبدا بالمضاعفات وبالأثار الجانبية وكيفية التعامل معها وكيفية علاجها. بدر إلي الكثير من الأسئلة، طبعا لا أنسى اتصالكم على الموزع الصوتي الظاهر عليكم على الشاشة الآن، أو الاتصال SMS أو بعد رسالة بالSMS اللي هي رسالة نصية على رقم الهاتف اللي هو 092-121-1966. في دراسة أجريت الكثير يسأل هل إذا ما أصبت بكورونا سأصاب مرة أخرى؟ هل إصابة إلى سين من الناس تكون أشرس وأكثر شراسة من إصابة بصاد من الناس؟ دراسة جديدة أجريت في أمريكا، وأنا دائما أحب الدراسات اللي في أمريكا، يعني البلد اللي درست فيها، وأنا أحب دائما يعني أن آتي لمعرفتي جيدا بالمنظومة الصحية ومراكز الدراسات التي تجرى فيها دراسات في أمريكا. الدراسة هذه تكلمت عن 9119 مريض أصيبوا بالكوفيد بالكورونا، وتمت متابعة هؤلاء 9000 ونيف من المرضى في 62 مركز صحي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم وضع يعني فترة زمنية للمرض والتشافي من هذا المرض، وهي من 21 يوم إلى 116، يعني من شهر إلى 4 شهور. وجدوا إن تكرار المرض يتكرر عند المدخنين أكثر وعند أصحاب الأمراض التنفسية، يعني اللي عند الربو واللي عند الآزمة واللي عند الحساسيات الصدر، هؤلاء الناس أكثر إصابة بمرض الكوفيد مرة أخرى إذا ما أصيبوا في المرة الأولى. ولكن وجدت أن الإصابة بالمضاعفات كالفشل الكلوي كاللي هي المتلازمة التنفسية الحادة التي تؤدي إلى الوفاة عند كثير من المرضى الكوفيد، وخاصة كبار السن وأصحاب المضاعفات وأصحاب الريسك فاكتورز اللي هي الأمراض المزمنة، وجدوا أنها أقل بكثير، بل إن توفي 2 من 9119 شخص من الذي أصيبوا بكوفيد ماشي وأصيبوا مرة أخرى، يعني 9119 شخص 2 بس منهم توفوا بالإصابة بالكورونا مرة أخرى. خلص البحث حقيقة، وهذه النقطة المهمة، على أن التباعد هو أساس من أساسيات الوقاية من هذا المرض. يعني التباعد في مجتمعنا إذا كان إحنا سمينا بأن إحنا ما تباعدناش، وان احنا اصيب الكثير من المواطنين الليبيين، بل ان نحن قد ذهب الكثير من
والكثير من الناس المتعلمة والواعية والناس المتخصصة ذهبت إلى فرضية أن المجتمع الليبي قد أصيب بمناعة القطيع، وإن الذي حدث في المجتمع الليبي في الفترة اللي ما بين شهر 8 و9 و10 و11 و12 هو ما حدث بالفعل بمناعة القطيع في الكثير من البلدان. توفي الكثير من الناس، أصيب الكثير الآلاف من البشر بل مئات الآلاف من البشر، والرقم الذي يظهر كل يوم في مركز الوطني لمكافحة الأمراض لا يعني شيء أعتقد، ولا أعتقد بأن هذا هو الرقم الصحيح، بل أعتقد أن هناك أرقام أكثر بكثير جداً مما الذين أصيبوا وتطببوا في البيت وعزلوا أنفسهم في البيت دون الذهاب أو إجراء أي مسحة، أو من الذين أصيبوا ما يجروش مسحة وما يندروش أنهم أصيبوا، أو من الذين أصيبوا بدون أعراض. كل هؤلاء الأرقام لم تجمع ولم تحصى داخل الأحصائية التي تظهر علينا يومياً من مشكور المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بارك الله فيهم في هذا العمل وجماعة الرصد. إذن هذا الذي يظهر لنا، ومع الفرضيات هذه ومع كل هذه الفرضيات ومع كل هذه التخمينات يبقى التباعد، ويبقى أخذ التطعيم هو الملجأ الوحيد. أخذ التطعيم هو الملجأ الوحيد للحيلولة دون حدوث الوفيات، حدوث المضاعفات، موت كبار السن، موت الأمراض المزمنة. ولهذا نشجع دائما، نشجع الناس على أخذ التطعيم إذا ما توفرت، ونشجع الدولة على أن يكون من أولويات أو من أولى الأولويات، لا ميزانية ولا محافظ مصرف ليبيا ولا وزير دفاع ولا قائد جيش ولا اللي هو المهم للشعب الليبي الآن هو صحته، وهو المهم للشعب الليبي الآن هو ألا يحدث المزيد من الوفيات، ألا يحدث المزيد من الأمراض من الوفيات عند أصحاب الأمراض المزمنة، أبهاتنا أمهاتنا، هادو ما يروسنا، هادو ما يا الناس متاعنا، كبارنا، هادو شيابينا، هادو ما يا هم كبار الحومة، وهادو ما يا هم اللي مفروض يكون ليهم يعني الأولوية في إيجاد التطعيم. إذا الأولى الأولويات، أولى الأولويات أراها أنا شخصيا، أرى أنجح ما تقوم به الحكومة الحالية، وهي مشكورة بصراحة يعني اللي قبلها تخبطت كثيرا شهورا وبل وأكثر يعني من وقت طويل في جيت تطعيم، ما جاش تطعيم، جابوه ما جابوش، الأسبوع الجاي بيوفروا النوع الفلاني النوع العلاني، ما صارش منها، حولوش الفلوس ما هوش كذا. الحمد لله هذه الحكومة مبارك الله فيها وفرت هذا التطعيم بسرعة متناهية وفي وقت قياسي، بارك الله فيهم. ولكن مازال النقص شديد، ما طعمناش حتى 8% من الشعب. احنا الهدف متاعنا هو نطعم اقل شيء 40-50%، ولهذا مازال العمل كبير ومازال الأولوية هو التطعيم. إذن اخذ التطعيم. انا هنا في دراسة بكل أمانة حبيت ان نرد عليه على أولئك الذين يشككون في التطعيمات، وهذه دراسة أمريكية أخرى تتكلم يعني على 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 بعض في 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 دراسة اللي هو عندي حتى اسم الدارس في أحد في مون كراسان أظني، باهي دراسة في أمريكا حول موقف الجمهور، وهذه في دولة متقدمة يعني حول موقف الجمهور أو الناس. وجد بأن عندما أجرى هذه الدراسة وبحث في لقاءات، سواء كان ذلك لقاءات أعلامية أو لقاءات مجتمعية مع كثير من الناس، وجد أن السياسة تلعب دور بارز في محاربة التطعيمات وفي وجود فئة تحارب التطعيمات. هناك أيضا وجدت الأسباب الأخرى التي هي ذكرت إن الضرر على المدى البعيد، هناك من يشكك في الضرر على المدى البعيد من هؤلاء التطعيمات، هل يعني تحدث تجلطات. أنا اليوم واحد من المرضى جاني صارت جلطة في القلب، قال أخذت الجلطة صارت لي بعد تطعيم استعمت بأسترازينيكا. جلست معاه في نقاش هادي، ما انزعجتش بالكلام اللي قاله، قلت له طيب يا أخي أنت الآن درت قسطرة وطلع عندك زوج شرايين مغلوقات،
شريان 80% وشريان مغلوق 90%، سرحورك 80% و90% و80%، لانك انت مصاب بدبحه صدريه ما قدروش يخشوا امرجنسي، وهذه فكره انك انت ما تخشش عليهم طول الزوز لما ضل المريض حساس ومش متحمل، انك انت ما تديرهمش كله مع بعضهم، تدير واحد والثاني، وهي فكره محترمه جدا. فاذا الجلطه هذه قديمه، تجلط ما ذكرش انه هو يدخن في باكو نص باكوات دخان في اليوم، ما تذكرش عن نوع الغذاء بتاعه اللي هو مليء بالشحوم والدهون، ذكر تفكر بس التطعيم انه هو ممكن يكون سبب للتجلط. باقي التجلط اللي بيصير يحدث التجلط حاد في الرجلين، في شرايين مختلفه في الجسم، مش طول يمشوا لي شرايين تاجيه في القلب. الشرايين التاجيه في القلب هذه مسدوده من تدخين ومسدوده من على مدى الدهر التي او السنوات التي مرت بك وانت مهملا في صحتك وفي حياتك. باقي اذا يسأل على الضر على المدى البعيد، على نكران المرض في حد ذاته، وانه هو عبارة عن هو لا لشيء الا انه هو يعني مؤامرة او فرضية المؤامرة، ان هناك مؤامرة على العالم، وان فلان الصين تعارك في امريكا، وان كذا، وان ظهرت. وكثير من الناس على كف علمكم حتى من اطباء للاسف يعني الشديد ومن ممرضين يعني يعني عندهم مقتنعين بهذه الفرضية بان هذه مؤامرة. هناك ايضا من يقول ان 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 ان, إن, إن سرعة وجود التطعيم في حد ذاته وهي فرضية، طبعا فرضية قد أضحضت من الكثير من الناس والكثير من الـ من الـ من الـ العلماء، بأن لا والله التطعيم اطلع بسرعة، اطلع بسرعة لأن كانت في حاجة ماسة. ولكن السؤال الذي أسأله، هل هذه التطعيمات مرت على قواعد السلامة ومرت على إجراءات السلامة التي يعني يجريها صحيح؟ ان الاجراءات السلام لما تضل ما فيش حاله طوارئ يا جماعه الخير، وبنطلع ادواء، انا بنطلع ادواء سكر، هذا ادواء سكر اللي بنطلع عليه لما تضل ما في ادويه سكر اخرى تخدم قاعده، ولكن هذا دواء جديد، هذا دواء قديم، وفرضنا هذا دواء جديد، هذا الدواء القديم موجود ويخدم. لما يجي واحد من الشركات بيقول اللي بنطلع ادواء جديد في فائده اكثر من الدواء القديم، والله نقول له بنقليلك واحدة واحدة علينا، 4 سنوات وناخذوا منك البحث متاعك، وناخذوا منك الدواء، ونشوفوا السيفتي متاعه، ونشوفوا السيفتي على القلب، ونشوفوا السيفتي على الامعاء، ونشوفوا السيفتي هذا ما يقع، هذا ما الذي يحدث حقيقة. وبالتالي نطلعوه باش بنعطوك احنا الابروفل، نعطوك احنا الموافقة بعد سنوات من البحث وسنوات من دراسة هذا الدواء الجديد ومعرفة مضاعفاته من 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 فائدته. ولكن احنا ما ناش مستعجلين، لان ما عندناش مرضى بيموتوا على الدواء، هو ما عندناش قاعدين وفيات بالالاف بمئات الالاف، ما عندناش المرضى المصابين بملايين، ما عندناش اقتصاد اقفل، ما عندناش دول اقفلت، ما عندناش مطارات اقفلت، ما عندناش خسائر بالتريليونز في العالم، ما عندناش ارواح، خسارة في الارواح وهو الاهم، بمئات الالاف ومئات الملايين او مئات الالاف ووصل بالملايين. اذا فنحن مستعجلين على هذا الدواء متاعك باش تطلحونا بسرعه، ولهذا اجراءات السلامه اللي بتاخذ سنه نبوها في شهر، ونجري دراسات مكثفه على هذا الدواء، ومع هذا عندما يخرج ونوفق عليك ونشوف انا خيره من شره، نقص عد الوفيات بنسبه 80%، رقم كبير. إذن نقدم الدواء هذايا بالرغم من أن قد أعلم مستقبلا بأن هناك مضاعفات قد تحدث من هذا الدواء. إذن الفكرة أني أنا نطلع هذا التطعيم اليوم ونطعم به الناس، وأنا أعلم أني مازال ممكن في دراسات القدام تطلع لي أشياء، وكل ما تطلع لي أشياء إحنا نعرف كيف يتعاملوا معها. ولكن الآن هو سيف، ولكن قلل لي 80% من الوفيات، يعني كان يموتوا 1000 شخص في اليوم، واللي يموتوا 200 بس من 1000 شخص، يعني 800 روح، عرفني كيف؟ قد يعني بأمر الله عز وجل وفضله، قد يعني ان احنا وي ار سيفينج ا لوت اوف لايفز، يعني عرفتني؟ يعني احنا استطعنا ان نقلل من نسبه الوفيات بالتطعيم. اذا هذا التطعيم هدايا فوائده اكثر من مضاره،
كل زي البنادول زي أيد وآخر زي المضاد زي كذا زي كذا. ليش تخف المضاد؟ ما هو فيه مضاعفات وفيه أعراض جانبية. علاش ما تقولش أنا لا فكي منها الأعراض الجانبية؟ ما هو بيصير لك بعدالي تسمم في الدم وممكن تمشي فيها إذا كان ما خدتش المضاد هدايا وزيد كثر البكتيريا في جسمك وممكن يسبب لك مضاعفات خطيرة جدا تؤدي بالوفاة أو تؤدي بحياتك. إذا ناخذ المضاد، وأنا أعلم جيدا بأن المضاد الحيوي هذا له مضاعفات جانبية وله أعراض جانبية، ولكن أعلم جيدا أن الفوائد التي قد يحدثها هذا العلاج أكبر بكثير من الضرر. ولهذا هذه النقطة الأخرى الذي يتكلمون عليها ويقولوا بسرعة اطلع التطعيم وكيف اطلع بسرعة، هذا يتكلموا فيه الناس أهل العلم، راه أهل العلم الكبار علماء، ما نتكلمش في العوامني اللي هم اللي وجهة النظر. أنا أناقش الآن الحجة العلمية بالحجة العلمية وبدراسات علمية، يعني نتكلم على دراسات علمية. إذن التطعيم هذه النقطة الثانية الذي تكلموا عليها وقالوا إنه. النقطة الثالثة هو الإعلام. أصحاب ديما أصحاب الشينة خالف تعرف، خالف تعرف ديما لما يطلع واحد، لما يطلع واحد يطلع مية لا سمح الله البعيد يقول معلومة، أو حتى على الدين مثلا يقول ما فيش قرآن لا سمح الله، لا سمح الله يطلعوا ألف يقولوا في قرآن والعبادة واحد وكذا، ما يدورهم حد، لأن هذو ما هم على المألوف، طالعين بالمألوف، طالعين بما هو طبيعي، طالعين بما هو وارد، طالعين ما هو ما ورثناه من أجداد أجداد أجدادنا إلى مبعث النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم. وهذا ما بوعث به الحق، وهذا هو الحق. لما تلا واحد يقول ما فيش قرآن، الناس كلها تعرفه من هو الشخص هذايا وشن قال، والإعلام يتكلم عليه ويحطه في اليوتيوب ويحطه في السوشيال ميديا ويتكلموا عليه وتعرف الدنيا كلها. بينما شيخ عالم جليل ممكن هو يقري، ممكن يعرفه، ممكن عدد معدود، لأنه يدرس في المألوف. بينما هذا الذي يدرس في 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 خالف تعرف، أو يدرس في إنسان شاد، هو شاد داخليا وشاد عقلانيا وشاد حتى في الطرح متاعه. ولهذا يعرفون الناس كلها وتعرف الناس كلها. هؤلاء الناس الذين شككوا في التطعيمات وقالوا ان التطعيمات هذه غير صحيه وتدير تجلطات وتدير مش عارف شنو وماتوا ناس ومش عارف شنو، هؤلاء قد خالفوا المألوف، او ان هم قد يعني جاوزوا الصواب. ولهذا السوشيال ميديا كلها مركز عليهم وتعرفهم، والتلفزيونات يطلعوا في التلفزيونات ويتكلموا ومنانو منانو ألمونيوم أمونيوم زوما أمونيوم وكلام فاضي كله، وتسبب ألزهايمر وما تسببش ألزهايمر. تمانا احنا لينا مئات السنين طعمه، والحمد لله. يعني إذا كان كل من يطعم ويزيد من نسبة ألزهايمر ويزيد النانو دايب من الضمور في الدماغ، لكان عندنا بالملايين ناس عندها ضمور في الدماغ. يعني احترموا عقولنا، مش كل واحد تنطلي عليه هذه الترهات وهذه التجاوزات العلمية وهذه السفاسف العلمية التي يعني قاعدين يتكلموا عليها علميا مرفوضة جملة وتفصيلا. نأتي إلى موضوع آخر وهو موضوع مهم جدا. محمد تقدر تاخذ اتصالات إذا كان يعني جاهزين؟ ماشي. الموضوع الآخر وهو في كثير من الناس تتكلم الآن أخذنا الجرعة الأولى وين الجرعة الثانية يا دكتور؟ الآن هناك فكر، وأنا أحترم هذا الفكر، بأن طالما نبدأنا في الجرعة الأولى خلي ننتشر في الجرعة الأولى. وهذا دارتها بريطانيا ودارتها حتى أمريكا في بداية الجائحة، وقالت بدل ما نعطي بعد 3 أسابيع نعطي بعد 3 شهور، وطالما أن يتحمل التطعيم. التطعيم يعني الأول مش معنى هذا أن اللوحو في الكناسة. التطعيم الأول كان ما طعمناش بعد 3 أسابيع أو في مركز جماليا اللي هو ألكسندر 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 في مركز جماليا، قال بأن كل الذين تلقوا التطعيم الأول من سبوتنينج اللي هو احنا اخذناه الروسي أغلبنا اخذناه باي، قال إنه يستطيع أن نؤخر التطعيم إلى حتى 3 شهور، إلى غاية 3 شهور دون المساس والتأثير بالقوة أو مناعة التطعيم. يعني مش معنى هذا إن إحنا لو إن إحنا يعني عندنا أخذنا تطعيم السبوتنينج اللي هو الروسي
وبعتني ما جاش بعد 3 أسابيع ما أنا أبح التطعيم اللوحي في الكنيسة. هذا كلام غير صحيح وغير وكلام غير علمي إطلاقا. قال تقدر حتى بعد 3 شهور وحتى بعد أكثر من 3 شهور. مش معنى هذا إن خلاص زي ما نقوله إحنا يعني خلاص انتهى كل شيء ولازم نبدو من جديد. لا، خود الجرعة الثانية متى وجدت، لأن الفرق ما بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية، وهي رسمها أحد الزملاء، قال زي الطاولة. عندك طاولة في حوش، الطاولة في حوش بتطلعها لبرا في الشارع، عندك شخصين بيطلعوها، حيكون في صعوبة، حيواجهوا صعوبة الشخصين حيواجهوا صعوبة بإخراج الطاولة. وهذا معناها إن هذه الطاولة، عرفت كيف؟ وشكرا دكتور عصام على هذا المثل بصراحة الجيد باي. هذه الطاولة بيطلعوها لبرا نفرين، جو 4 أنفار تانين بيطلعوها معهم، تولي سهلة. التطعيمة الأولى نفرين، التطعيمة الثانية 6 أنفار. مش معنى هذا أن الطاولة ما يقدرش يطلعوها برا، حيطلعوها برا حتى نفرين ولكن بصعوبة شوية. 4 أكثر و6 أكثر. وهذا علاش الجرعة الثانية. مش معنى أن الجرعة الأولى رانا تلوحت في الكناسة ومعش تصلح ولينا 3 أسابيع وأنا لي شهر واش واخد الجرعة الأولى، مش متدمر أبدا ولا متدمر ولا شاعر بأي تدمر ولا شاعر بزعل ولا شاعر بخطر ولا خايف من شيء. نلتزم بكمامتي، قاعد لازال ألتزم بالكمامة، لازلت ألتزم بالتباعد الاجتماعي، وحاول قدر المستطاع أن لا يعني أن أعرف بمن أخالط واللي خالط فيهم من هم معاي، أنما ناس حتى يعني أنت يعني جيد أنك أنت طالما أنك أنت الناس اللي تخالط فيهم معروفين ومعروفين في من يخالطوا، هذا معناه مجتمع مغلق. المشكلة في التجمعات الكبيرة، في الازدحام في الأسواق، في الازدحام في الأعراس، في المناسبات، في العزوات، في بعيد، في الجنائز، في كل هذه الأماكن، هي المشكلة، هي القضية. زعلوا منا هالبناس، وناس زعلت منا هالبن، احنا ما عشان نواصلوا في الناس، وقالوا متكبر وقالوا كذا. الله غالب، هذا 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 الوضع الوباء هذا. أنا لن أستطيع أن أقول كلام في التلفزيون ثم آتي بغيره، لا أستطيع. يعني نعرف من نخالط، حتى من نخالط فيهم نعرف من نخالط، ومع من نقعمز، ومع من نمشي، ومع من نتحرك، لأن عارف أن دمي الناس من تخالط فيه مع من يخالط. أما أني أنا في كل، عرفت كيف، في كل زحمة أنا راس فيها، وفي كل جنازة من سيبهاش، وفي كل عرس أنا موجود فيه، فبصراحة هذا يعني ما أنزل به من سلطان، يعني بكل أمانة. لا في اللي مدير المناسبة الله يهديه، ولا في اللي استجاب للمناسبة هذه حتى والله يهديه. باهي إذن هذه الدراسة طبعا تكلمنا عليها. في دراسة أخرى أحببت أن أسوقها إليكم، وهي من دراسات المهمة جدا بكل أمانة، هو مركز لابلوارا اللي هو مركز في مركز الأبحاث، والله إذا كان ذكرت اسمه صحيح، لكن هو هكذا مكتوب يعني في الأرجنتين. تتكلم عن الناس اللي اخذوا التطعيم سبوتنينج. معروف ان الارجنتين والبرازيل والامارات ومغرب الجزائر، هادو من اكثر الدول اللي اخذت تطعيم سبوتنينج، والان وافقت عليه منظمه الصحه العالميه، وحتى يعني يجلب لاوروبا يعني، والتنافس حيكون عليه تنافس قوي جداً يعني. مع العلم ان يعني اول ما طلع التطعيم وتكلموا عليه الساسة بتاع روسيا، أنا كنت أول مشككين، وكنت أول ناس قلت إن هذا التطعيم مش عارفين خيره من شره، مش عارفين من هو، عرفتني، لازم يبينونا يوضحونا شنو هو التطعيم. لغاية ما ضلعت الدراسة اللي هي أثبتت بأن حقيقة إن هذا التطعيم يعني قوي، وعلى 22 مليون أجريت الدراسة، وثبتت أنه هو تطعيم كويس وممتاز، ويسلم عليه. الآن الأرجنتين أتتنا بدراسة أخرى، وقالت الذين قالت إن المضادات إن أعطت هذا التطعيم أعطى نسبة كبيرة جدا جدا من المناعة عند الناس اللي هم أخذوا التطعيم الأول، وإن هناك زيادة كبيرة جدا في الأجسام المضادة من 244 إلى 2150، من 244 إلى 2155، وإن الناس الذين لم يصيبوا قد أصيبوا بالكورونا سابقا قد زادت مناعتهم، وقد حتى لا يحتاجوا إلى
جرعة ثانية إذا ما أصيبوا بالكورونا. ماشي، ومع هذا إحنا لازم نقول ناخذ الجرعتين، هذا كلام الأساس to start with. وإن الجرعة الثانية أعطت تقريبا قريب 100% من المناعة، وإن الأجسام المناعية أعطت يعني مناعة قوية جدا في عند الذين أجريت عليهم الدراسة، وهو تقريبا حوالي قريب 9000 شخص، يعني وهو رقم محترم جدا في علم الدراسات وفي علم الأبحاث. إذن هذا الضرر على المدى البعيد يعني أعتقد أنه هو مقارنة بالحماية على المدى البعيد أعتقد لا يقارن. هناك سؤال يسأل دائما وأبدا، هل هذا التطعيم حيبدأ سنوي؟ حيبدأ ديما؟ الجواب غير معروف من أساسا. ما هو موقف هذا الفيروس في السنوات القادمة؟ هل انقرض هذا الفيروس وأصبح غير موجود وأصبحت ليس هناك حاجة إلى التطعيم ضد هذا الفيروس؟ هل هناك أدوية في المستقبل تعطى مضادة لهذا الفيروس؟ هذا العلم حيبين في المستقبل، أما لغاية الآن فنحن نحتاج إلى تطعيمات متكررة ضد هذا الفيروس. ماشي، فهذه نقطة حتى هي مهمة جدا حاولنا أن احنا نتكلم عليها. إذن هناك دراسة اللي هي تكلمت عليها بالنسبة لموضوع سناء، هناخده سناء بعتالي نخشه في الدراسة. سناء تفضلي. سناء انقطع الخط. سناء اوكي طيب معلش خلاص اعطيهم لي كلهم على طول، عطلنا عليها اخت سناء، معلومة مهمة صحيح. طيب اوكي طيب احنا ما تنسوش طبعا نرجعوا ونقولوا عليه رقم الاس ام اس 121966 لانه اسهل في وصول استفساراتكم من الاتصال قد ياخذ وقت وقد تكون نقول في معلومه نعم نقول معلومه وهي يعني هي اولى. يعني محمد تفضل يا محمد. السلام عليكم دكتور، حاج مرحبتين بيك اخوي، تفضل. الموضوع تفضل. والله احنا عندنا سؤال بس لان المصحات قوي لي صوت في الزائد بصفه عامه، يعني لما تجي الطعم انا فاطمه امي السوالف ما سمعتكش، عودني من الاول يا حميده بالله عليك. كثير عمرها 80 سنه محمد، عودني من الاول اخي ما سمعتكش. قلت لك اوكي اوكي ايه. قلت لك امي عمرها 80 سنه رفعتها ما سجلتهاش في المنظومه، خشيت ايه. هذا مجمع بتاع الزاويه، قلت لهم امي معي في السياره بالطعم، هي المفروض عادي تمشي العمليه مش مشكله طبعا ايه سجل ايه. فقال لي لا لازم تسجلها في منظومه ومش عارف كيف ولازم، قلت له عادي سجليها طعمها يا رجل، هي مش مثلا جايبه جمعيه سكر ولا دقيق بتاخذ مرتين ثلاثه، هي تطعيمها تاخذها مره وبعدين 21 يوم ولا 6 شهور وتاخذ الثاني. لا وكذا عارفه والله العظيم في العالم الثاني في اوروبا في كل العالم ما عدا طبعا روسيا طبعا هذه حطوا مزلبين 10% لطعمه فكير روسي مع انه دور مصنع، قالوا ان في السوبر ماركات برا في امريكا في السوبر ماركات امريكا في السوبر ماركات والله العظيم موجوده في السوبر ماركات الكبيره في امريكا في السوبر ماركت فسطه صيدليه داخل السوبر ماركت مش الطعم. لكن هو شوف اخي محمد انا معاك، عندك الحق. اول حاجه مراه كبيره ما دام وصلت عندك في مركز التطعيم وجاتك وعندك تطعيم متوفر طعمها للطعم الطعمه من الشعب اللي الطعمه من الليبيين، بيتسجل واحد الطعم من الشعب الليبي باي، قد يكون هذا التطعيم بتاع لي واحد ما جاش. لكن حتى النظام والتسجيل في المنظومة يا أخوي محمد حتى هي راه ضرورية للدراسات، ضرورية للتنظيمية، ضرورية نعرفه من كذا، ضرورية لكذا، عرفت؟ فبصراحة يعني حتى هي ضرورية. لكن لو أنا تسألني لو أنا في مكانك ومدير مركز وعندي تطعيم وجبت لي أمك حتى من غير منظومة ولا لمن طعمها بكل ما لكن الافضل، لكن بطرق تنظيميه حتى في اسمه حتى في امريكا. خلينا نرجع لك، ما تمشيش السوبر ماركت يطعمك طول يا محمد، لازم تكون اسمك نازل في المنظومه ومنادين عليك في اليوم الفلاني باش عمليه تنظيميه يا محمد. بحين كان طعامني دخلني في المنظومه
ما هو محمد ما هو مش قلت لك يعني ونقاش لو بتناقش انا وياك في الموضوع بنطلع نص عندك الحق ونص ما عندكش الحق فهمت يا محمد نص عندك الحق من ناحيه تنظيميه المنظومه تعطي فينا جنون ما ردكش ما ردكش والله ما ردك يا محمد كان عندي تطعيم وموجود وجبت لي امك والله ما ردك ونقول لك بعدين ندخلها في المنظومة هذه امرأة عمرها 80 عام وما طلعت من الحوش إلا بالسيف وما وصلت فيك وعندها ضغط وعندها سكر وعندها كذا وأستاذ طعمها نبي إلى ممرضة جيد السيارة طعمها لأنها تمشي على الويس به أنت تو طعمتها ولا مازال؟ مازال سجلتها في المنظومة؟ ما فيش إجنور إن كذا وكل شيء وفاتت هي حتى النفسية هي قد ما عادش بنطعم بكس يعني لا لا نقنع حاجة تسمع فينا ولا يا حاجة صعبت. راهو نسبة انك انت تصيبي بكورونا في ليبيا نسبة كبيرة وراهو يا حاجة نسبة الضرر الذي يحدث على الشخص اللي عمره 80 عام من اصابة بكورونا كبيرة ونسبة الحماية اسمعني ونسبة الحماية من لا سمح الله من الموت او من الامر او من المضاعفات الكبيرة في وجود تطعيم راهو كبيرة هلبة ولهذا التطعيم موجود. التطعيم مش نحرجوا عليه ونبوه ما نبوش يلا غالب مش كل شيء زي ما نبوه احنا الله غالب باي لكن وبعتالي في حاجه ثانيه بنقول لك يا محمد راهو مركز وطني مقافحه الامراض راهو ضاغطين ضغط قوي على مراكز التطعيم والله عارفين ويمشوا بالمنظومه راهو راهو ينزلوا لهم في ارقام محدوده جدا من التطعيمات اللي في القائمه فهمت فمش معقوله بيجيب يطعم واحد مش موجود في القائمه وبعدين اللي يجي في القائمه يقول له ما عنديش ليك تطعيم باي والتشكيك تو الناس يقول لك والله هي درجه مثلا الاسترازينيكا ولا الثاني الروسي هذا اللي اسمه نتاع التخزين درجه 18 في ناس يقول لك لا راه المستشفيات درجه الحراره نتاعهم فريز عادي وكذا وممكن حتى اكسباير يعني كذا والله لو تشوفهم كيف يخزنوا فيه وكيف يعملوا فيه حتى في بريطانيا وامريكا ما يعملوا فيه بالطريقه دي حرام عليهم والله حرام هذه الناس هذو الناس مرضى هذو اللي يعجبهم عجب ولا الصيام في الجب وتجي هو شخصيه تلقاه اعوج من راسه من الكوع البوعه اعوج هو هي تعوجها والله العظيم دكاتره قالوا لي التابع هو مش والله لا عيب عليه هو تو شاهد هذا عاش انا شفته وعشته قدامي والله يحطوا في الكيش هذاكايا ويطلعوه ويحلوا بالواحد والله في واحد من مراكز هربت ساعتين وما تضررش والله لا لوحوا كله هو عنده لونج تيرم يعني شهر يقعد حتى بدرجة حرارة صفر ولا درجة حرارة يقعد درجة حرارة تحت 18 وما ندري تحت 20 والثاني يقعد في الثلاجة العادية الأسترازينيكا فهمت هذا كل شيء بنشكوا فيه يا والناس كلها مرضت يا راجل يا راجل أنا بنسك سؤال يا محمد باقي الناس اللي مرضت وصارت لها مضاعفات جانبيه مناش من الحليب تمام التطعيم يا سبحان الله والله العظيم ما يقول الناس هذه الناس يتفرجوا فيك كلها تو فهمت يعني يا دكتور يلي تقول لي واحد بسيط زي محمد تقول له انت التطعيمات مش مخزنه كويس الان الاعراض الجانبيه التي حدثت لكثير من الناس من جراء الاعراض هذا شنو مناش من حليب الحكه لا هذا والله المسكين راس بارك الله فيك في رعايه الله مشكور دكتور جزاك الله خير كلام غير منطقي ويقول يا دكتور هذا 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 الطب بريء منه كل البراءة يعني جيت تقول لي ناس عوام هم مساكين هم رجل مقدمة ورجل توخر جيت تقول له ما تطعمش رد بالك الطعم راهو تطعيم مخزنينها غلط بقول المضاعفات بقول الأعراض الجانبية اللي صارت اللي حرارة واللي رخية واللي كذا أنا واحد من الناس صارت الأعراض الجانبية أنا واحد من الناس صارت الأعراض الجانبية الأعراض الجانبية دي منين جتني هدية تتكي من وجد ربي من فوق كلام غير منطقي أرجوكم يعني ما تكونش معول هدم ما تبيش معول أنك تكون معول بناء يعمس في تركينتك وما تدخلش خلينا نخدمه خلي الناس اللي تبي تخدم في ناس هلبة قلبها على البلاد وقلبها على الوطن وقلبها على كبار السن وقلبها على الناس وخاطرها تخدم وناس عندها نوع من الوطنية ونوع من الضمير وإحساس بالآخرين أنت قلبك ميت لأن لو قلبك حي ما جيتش تقول للناس ما تطعموش راهو يخزنوا فيه غلط أنا عندي إثبات أن اللي خزنوا فيه صح الأعراض الجانبية
ومش معنى هذا اللي اعراض جانبيه ما جاتش شيء، في لي مناعه قويه واموره طيبه ما تجيش اعراض جانبيه. اما ان التطعيم مخزن غلط يا راجل، يونيسيف مشرف على التخزين، اذا كانك انت جاهل بهذا الامر وما تعرفش، يا الشخص يلي قاعد تقول للناس ان مخزيننا مش مظبوط، المشرفين عليه دبليو اتش او واليونيسيف، امشي اذهب الى مركز الوطني لمكافحه الامراض وشوف كيف يتخزن وكيف ينقل في السيارات الخاصه، وكيف الساعه قداش يقولون بتوصل السياره والساعه قداش توصل السياره، وكيف يتم نقله، وكيف ان يحطوا الكيج نتاع درجه الحراره ويشوفوا به درجه الحراره. ما كلام منطقي هذا، كلام عاد نقعدوا كل شيء نشكوا فيه، ونقعدوا متخلفين مدى الحياه بالطريقه دي، لن نتقدم شبرا واحدا. لان اللي يتكلم مفروض يكون شخص متعلم، وتاتي به اذا انت شجاع وترى بان هذه التطعيمات مضروبه كلها، اطلع وتكلم وقول تطعيمات مضروبه والدليل كذا، 1 2 3 4 5 6، خلي نردوا عليك احنا، خلي ترد علينا، كانك انت صح نقول والله انت مزبوط صح. اما قاعد تفتفت في المربيع لناس عوام، فهذا لا طب تعلمته، ولا انت تستحق تكون طبيب ولا شخص متعلم اساسا. نعم يا محمد. عدنان تفضل يا عدنان. مرحبا بك. السلام عليكم. اهلا وسهلا يا عدنان، كيف حالك؟ بارك الله فيك. بارك الله فيك يا عدنان. وعندي استفسار بسيط. تفضل يا عدنان. اللي مثلا واحد اخذ الجرعه الاولى وبعد فتره، وبما اننا عارفين احنا الجرعه الثانيه مصارش معطله شويه، لنفرض انه مثلا اصيب، هل هذا يأثر على تأثير اللقاح أم لا؟ برافو عليك والله، برافو عليك. سؤال رائع يا عدنان. نحن ما كنقدرش، احنا عارفين سؤال ممتاز عروف. يا عدنان. اها. يا عدنان، أولا الجرعة الأولى والجرعة الثانية، عرفت كيف؟ عملية الفائدة من الجرعة الأولى وان هي مرتبطه بالجرعه الثانيه، هذا اختلف فيه العلماء. قيل من هو اصيب بكورونا سابقا واخذ الجرعه الثانيه ممكن ما ياخذش الجرعه الثانيه بكل، ياخذ الجرعه الاولى ساده. الاصابه اثناء، انا امس بالضبط، امس او لامس عندي واحده من المرضى واخذ التطعيم والان مصابه بكورونا، هي واخذ التطعيم. اولا التطعيم باش يحدث مناعه، قبل خلينا نبدوها بشوي بشويه، باش يحدث مناعه نبو اقل شيء اسبوعين من وقت التطعيم يا عدنان، باهي نبو اسبوعين. يعني الشخص الذي اصيب بالكورونا خلال اسبوعين من التطعيم، هذا مازال ما عندهاش مناعه كافيه ضد الكورونا، مازال ما عندهاش مناعه كافيه ضد الكوفيد، ولهذا يحتاج الى ان هو، هذا علاش ننصحه يبقى في البيت ما يخلطش الناس، حتى تتمكن التطعيم من اجراء، من بدء في عملية هيجان الجسم وعملية زي ما نقول يناشب الجسم التطعيم باش يحركه ويدير الأجسام المناعية، باش إذا ما أصيب بكورونا، إذا ما أصيب بكورونا أثناء الأسبوعين، هما أثناء الأسبوعين، إذا ما أصيب بكورونا أثناء الأسبوعين ماشي، حيكون عندهاش مناعة كاملة، بعد أسبوعين حتجي خفيفة حتى كان وقت التطعيم الاول، عاده تجي خفيفه او ما فيش اعراض بكل، يبدا حامل الفيروس، حامل الفيروس وينشره، وهذه هي خطيره ومساله، ولهذا احنا علاش نقولوا حتى لو طعمت البس الكمامه، باش حتى اذا كان حملت الفيروس ما تضرش الناس ما طعمتش. ما تاثير هذا على التطعيم الثانيه؟ لا تاثير على التطعيم الثانيه، ليس هناك اي تطعيم. مش معنى هذا اذا ما اصبت بالكورونا، إذا ما أصبت بالكورونا بعد الإصابة الأولى، بعد التطعيم الأول، إنك ما عادش تاخذ التطعيم الثاني لازم تبدأ من جديد، لا. تاخذ التطعيم الثاني متى توفر. ولكن الإصابة بالكوفيد بالكورونا عند الناس المطعمين، زي ما شرحنا احنا قلنا 2 في 9000 ماتوا في اللي مطعمين. باهي. وإن الدراسة تقول إن الناس اللي طعمت نزلت نسبة الوفيات عندهم بنسبة أكثر من 80%، ونسبة الإصابة أو التنفس الصناعي أو الإصابة بمتلازمة التنفسية
بنسبة أكثر من 90%، وإن هناك حماية في المجتمع بنسبة كبيرة فوق 90% حسب التطعيم، والتطعيم مختلف من تطعيم إلى آخر حسب المناعة، ولهذا التطعيمات كلها تقريبا شبه بعضها. ولهذا إذا ما طعمت عليك أن تبقى في البيت، وعليك أن تحاول قدر المستطاع عدم الاحتكاك بالآخرين ولبس الكمامة واعتماد وسائل الوقاية من الإصابة بالفيروس قدر المستطاع خلال الأسبوعين الأولات. هم بعض الدراسات تقول أسبوع بالسد، لكن بعض من أسبوع لعشر أيام، نقول أسبوعين على أكثر تقدير. بعد أسبوعين تبقى أنت عندك مناعة باهي للمدة لغاية ما دخلت الجرعة الثانية، اللي هم قلنا زوز تانيين بيقيموا الطاولة معنا، فعندنا زوز جاهزين بيقيموا الطاولة، هادو مايا كويسين ممتازين. الجرعة الثانية بيولوا زوز تانيين، دول الطاولة سهلة هي تطلع برا طول، باهي سهلة. إذا ما أصيب خلال الفترة هادية ممكن تشعر زي الإنفلونزا، تطعيم الإنفلونزا، مش نطعمه في الإنفلونزا، إحنا نطعمه كل عام، ومرات الإنفلونزا تجيك جي فيروس تاخذه من واحد من صاحبك سلم عليك عطس في وجهك كذا اخديتها، تجيك اعراض خفيفه زكمه الم في الحلق بسيط يوم يومين ويمشي، لكن لو انك مش مطعم تحتفك في الحوش اسبوع راقد ومش قادر تتحرك ومريض، وتجيك الانفلونزا اسبوع وقويه عليك، تجيك حراره مش عارف شنو. الاعراض عند الشخص المطعم خفيفه، الاعراض عند الشخص الغير مطعم قويه. كذلك حتى هو في الكوفيد الأعراض عند الشخص المطعم خفيفة جدا لا تذكر أو قد كانت موجودة، ولكن خفر الشخص المطعم أنه ينشر في الفيروس زي الإنفلونزا حامل الفيروس ينشر للآخرين، لكن هو مش مضرور به. وإذا ما أصبت بالفيروس كورونا وطلعت منه يوم يومين وجيك خفيفة عرفني كيف، أو إن كان هذه الإصابة الثانية، هذا لا يعني أنك ما تطعمش، لازم تطعم. يعني قريب لي في إسبانيا أصيب مرتين، يعني طعم مرة واحدة وقالوا له ماش طعم مرة ثانية خلاص، يعني أحد الأصدقاء يعني موجودين في إسبانيا باهي، هذه إسبانيا قلت لك. كذلك في كثير من دول العالم ماشي انتهجت نهج إن إحنا إذا كان الجرعة الثانية، إذا كان الجرعة الثانية يعني أصيب الشخص بالكورونا وجهته قوية ولقينا عند الأجسام مضادة قوية، ما في داعي للجرعة الثانية، لأن سبوتنينج تقول إن الجرعة الثانية عند الذين أصيبوا بالكورونا ما زادوش الأجسام مناعية، بينما عند الشخص اللي لم يصابوا بالكورونا قبل زادوا من 200 إلى من 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 هي هنايا من 244 إلى 2150. ولهذا التطعيم يزيد ويهيج في المعد ويهيج في الجهاز المناعي في الجسم. إذن هذه النقطة مهمة جدا لازم نعرفوها، نعرفوا أن التطعيم. أول يأتيني السؤال، الصيني الروسي الأسترازينيكا الفايزر جونسون جونسون الموديرنا واتيفر، جميع التطعيمات أفضل تطعيم موجود. أنا نقول لكم نصيحة، من هو فيهم أحسن تطعيم وهو عن تجربة خوده، أحسن تطعيم لما تمشي للمركز وتقول لهم شن عندكم، يقول لك عندنا سبوتنينج هذاك أحسن تطعيم، عندنا الصيني هذاك أحسن تطعيم، عندنا الأسترازينيكا هذاك أحسن تطعيم. ما هي ماشي. إلى اللقاء إن شاء الله، تم الوقت بارك الله فيكم، إلى اللقاء إن شاء الله الخميس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطابت أوقاتكم.